فإن المجلس الوطني يعلن باسم الله وباسم الشعب وباسم الشعب العربي الفلسطيني قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية فوق أرضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. أنا بتمنى للشعب الفلسطيني الحرية والأقصى يكون يفك أسره ونبكي فيه ونصلي فيه. أنا بتمنى للشعب الفلسطيني أنه يعيش بسلام وحرية, وبتمنى للأقصى أنه يعيش بسلام ويكون إلنا محرر بإذن الله تعالى, وبتمنى للشعب أنه يعيش بحرية وسلام وبكرامة. إن شاء الله العيد الجاي تبقى فلسطين محررة وأنه إحنا الأطفال نبقي عايشين منيح ونستقل بحياتنا. حبذا يا وطني لو كنت قد سبقت عيدك فرخ ركب. إن شاء الله أنها في دولة فلسطين بتكون متحررة وعاصمتها القدس الشريف ضد سيادة الرئيس أبو مازن حفظه الله ودامه لنا, هاي كل أمنياتنا. بتمنى بعيد الاستقلال الجاي يكون عندنا وحدة وطنية على طول إن شاء الله. أنا بتمنى لكل الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية إنهم يفرحوا بعيد استقلال فلسطين كمان مرة, وإن شاء الله بيستقل الشعب الفلسطيني بفكره وبدولته بكل إشي إن شاء الله. بنحيي الشعب الفلسطيني بشكل عام, ونتمنى للشعب الفلسطيني سواء في هاي المناسبة أو بغيرها من المناسبات بشكل عام أو بشكل خاص أنه يحقق السلم والأمان يعني دائما, ويوحد العدل دائما, ويبعدنا عن الظلم, ويوحد صفوفنا دائما لكلمة الحق دائما وأبدا, ويخلينا يعني سند واحد وصف واحد وكلمة واحدة.